من عبق الزمان ولد النادي كبيرا بما يحمل من الاسم والعراقة واللقب في قلب العاصمة وفي قلوب الأنصار لتولد ثقافة الانتصار، ولا عجب في ذلك مع جيل من أروع ما أنجبت الكرة هنا، بحفظ الألقاب برفع القبعة لريبرتوار أحمر الحب والتحدي والانتصار، أبيض السريرة أحمر أبيض الانتصار أو حرف الأبجدية سلسلة لا هزيمة، وتحقيق البطولة بهزيمة واحدة وحيدة العام 1970. قبلها بخمس سنوات في موسم 64-65 حقق الشباب انتفاضة في الانتصارات بعد الجولة 14 من آخر الترتيب إلى بطولة عامين بعد التأسيس. آنذاك بدأت حكاية الأسطورة، خط هجوم ب68 هدف، جزئية تكفي في الموسم التالي وأول ثلاثية موسم 69-70 محلية مغاربية. شباب البطولة 6 مرات، بطولة الكأس 7 مواعيد، كأس ممتازة وزاد مفتوح على أرقام قياسية. النادي الذي خاض سلسلة 23 مباراة دون انهزام في البطولة التي جانبت الفريق العريق منذ آخر ظهور في الأضواء بملعب 5 جويلية في حضرة السيدة الكأس. بداية الموسم أتعبت الجميع بفراغ إداري دفع الفريق ثمنه غاليا وسط حسرات المحبين وتأسف المتابعين. بداية كان ولا بد أن تعرف نهاية طالت فصولها وانتهت بشركة وطنية عنوانها مدار غيرت المسار وصنعت القرار لتشكيلة لم ترسو على بر وباخرة ظلت بلا ربان. الشركة المالكة اختارت مديرا رياضيا خبيرا في صورة السعيد عليق الذي اختار ورقة طريق فنية حافظت على الموجود واستخدمت الإضافة من المنشود، فكانت أسماء عمراني سعيود بوشار ألقابا لما كان مفقود. بالأرقام بعيدا عن الذهاب المتعب، الشباب خرج من الدائرة الحمراء إلى المرتبة 12 بفوز 6 مرات بتعادلات 7 و8 هزائم، بخط هجوم لم يسجل سوى 18 هدفا، بدفاع تلقى 21 هدفا، بمجموع نقاط وصل أخيرا 22 نقطة من الزاد وب15 أخرى في مزاد 9 مباريات. بعودة جمهور من ذهب حضر والروح معه في ثلاثية الوفاق الأولمبي الشبيبة، وعينه على البقاء وأخرى على المشروع الرياضي، ثم حديث آخر في موسم يريده الأنصار باستحضار لازمة علي الشباب زوج. بالمداد هاي كره اوف 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 اوف